السلام عليكم. هذا الفيديو اللي نتقاسم معكم دابا زوين بزاف، كيعكس روح التضامن عند الانسان هنا في اسبانيا، ولكن ما كرهتش هذه المبادره هذيك، وحنا هما الاولى وحنا هما السباقين ليها. كنتكلم على حنا يعني المغاربه او الجزائريين العرب بصفه عامه اللي كنعيشوا في هذا البلد. كنعرفوا اسبانيا كدوز في محنه، مدينه فالنسيا تحتضر وكتحتاج يعني المساعده في كل شيء تقريبا. هذه هي اللحظه ديال التضامن ما بين الناس من اجل الانسانيه. أسمعكم هذا المقطع دابا تشوفوا معايا بالضبط شنو وقع، وغادي نوافيكم باخبار مهمه ومعلومات على التضامن كيفاش غادي يكون وكيفاش غنقدروا اننا ننسقوا مع بعضياتنا باش نقدروا نديروا شي حاجه، نديروا يد في يد مع مدينه فالنسيا والمتضررين بالدرجه الاولى. دير معك واحد لايك باش طلع الفيديو، تفضل شوف معايا المقطع ونكمل معك. Para mí es lo mejor que ha pasado. Es una experiencia que hemos sobrevivido y ha sido excelente. De verdad que, claro, mucha gente que a lo mejor no tendrá comida, sus casas sin nada, pero nosotros tenemos todo. De verdad que tenemos todo. Vale. Toma, chiquen. Necesitamos una motobomba para sacar todo el agua que está en el parque. Entonces no tenemos luz ni agua. Estamos cocinando el fogón. Pero necesitamos ayuda. إذن وبلا شك كما شفتوا معايا أن هذه اللقطة غتكون عجبتكم بزاف، ديال روح التضامن ديال المهاجرين مع الإسبانيين في فالنسيا. بعد الحال غتقولوا لي شكون هما هاد الناس هادو؟ هادو ماشي مغاربة وماشي جزائريين، هادو مهاجرين غير لاجئين في إسبانيا بالضبط في فالنسيا. هادو لاجئين اللي كانوا في واحد الأوتيل فالنسيا، واللي الأوتيل تريب وطاح وبقاو في الزنقة، ودابا داروا روح المبادرة ديالهم ونضوا جمعوا الحطب وداك الشيء وشعلوا العافية، وبقاو كيقلبوا على شي حاجه اللي كطيب كيطيبوها وكيعطيوها للناس كاملين بصفه عامه. اللي محتاج وفيه الجوع يجي ياكل، يعني لاجئين كيوكلوا ولاد البلاد اللي هما الاسبانيين. هادو الناس من افغانستان، سوريا، جورجيا، فنزويلا، يعني فيهم مسلمين طبعا الحال من سوريا طبعا الحال، يعني ناس لاجئين كيعطيو واحد الصوره واحد ليماج اللي هي ما غتلقاهاش عند حزب فوكس. غيكون هاني بان غنشوف شي لقطه بحال هادي عند حزب فوكس اللي كيحارب المهاجرين بصفه عامه واللاجئين بصفه عامه. اذا هذه واحد اللقطه اللي عجبتني بزاف، واللي كتشجع على روح التضامن، واللي خلاتني نقول علاش ما نكونوش حنا هما السباقين المغاربه، او لان كنعرفوا ان فالنسيا فيها مغاربه وجزائريين بواحد الدرجه كبيره. نتكلم على المغاربه والجزائريين، علاش ما نكون حنا هما السباقين مبادرات بحال هكا، حنا هما اهل الخير بطبيعه الحال، واللي معروف علينا التضامن. لان ليماج اللي شفت البارح واللي ما بغيتش كاع نهضر عليها، ما حملتش راسي كاع ديك الفيديو نشوفه ولا نهضر عليه ولا حتى شي حاجه، ديك الامور لانه كيدخلوا يسرقوا مثلا من المحلات التجاريه، بطبيعه الحال كاين اسبانيين كاين خيطانوس وفيهم حتى العرب ديالنا حتى هما كياخذوا شي حاجه اللي ماشي ديالهم. ما بغيتش كاع نهضر على الموضوع ولا مقزز، يعني ما بغيتش كاع نشوف الناس في المحنه وواحد كيفكر يسرق طلادرو ولا كيفكر يسرق ماكينه ديال شي حاجه ولا كيفكر يسرق شي حاجه اللي ماشي ديالو. مازال السوبر مارشي، نقولوا السوبر مارشي نورمال، بركي السوبر ميركادوس هذيك الماكله اللي تما هي كامله غترمى عليها السوبر ميركادو، عنده السيغورو اللي غادي يخلص داك الشيء كامل. اذا السوبر مارشي ما يوليش يبيع حتى حاجه من داك الشيء كامل، غادي يترمى كل شيء. الا دخلتي السوبر مارشي كان مفروع وهزيتي تاكل ماشي مشكل، ولكن المشكله دابا بقاو كيدخلوا على المحلات ديال الناس اللي عندهم مثلا فارماسيات، ولا كيدخلوا على محلات ديال الماتريال ديال البريكولاج ولا شي حاجه كيعرفوا الثمن ديال الماكينات غاليين مع الاسف. على اي ما غاديش نتعمقوا في هذه المساله هذه. اللي بغيت نقول لكم الاخوان ان فالنسيا فعلا فالنسيا تحتضر، ان السكان ديال فالنسيا في حاجه امسه للمساعده وكبيره وكبيره بزاف في جميع المقاييس. الماء ما كايناش عندهم، الماكله بطبيعه الحال ما كايناش، وطبيعه الحال الدراري الصغار الحليب للدراري الصغار ما كايناش، والغطاء حتى هو ما كايناش، امور بزاف.
اكيد غتقولوا لي ايوا شنو خصنا نديروا، واش كاين شي حل باش نتضامنوا باش نتعاونوا. هذا راه معروف على المغاربه بهذا الحال والجزائريين الحمد لله اللي كيعيشوا في اسبانيا، غادي يكون عندكم سؤال مهم، غتقولوا لي كيفاش غادي نديروا نتضامنوا مع الناس ديال فالنسيا وحتى حنا نساهموا. لان شفت انا في واحد المقتطف من الاخبار كيتكلموا على اول كاميون جا ديال المساعده، غتشوفوا معايا لقطه نخلي لكم اللي تشوفوا معايا يعني كيفاش الناس محتاجين، واي حاجه وصلت راه كيتقبلوها وكيبغيوها يسميتو يحتاجوها في اي في حياتهم. لان كاين واحد اللوم كبير من عند الناس ديال فالنسيا للسلطات الاسبانيه، علاش السلطات الاسبانيه غاده ثقيله في الدعم ديالها للناس؟ واش باقيين كيوجدوا؟ كيقول لك خصنا الجيش يتدخل، خصنا كل شيء المساعده خصها تجي، على الاقل الماكله هي الاولى تحضر. ديك الساعات المسائل الاخرى ديال الاصلاح ديال الطرقان وداك الشيء ويخوط الطوموبيلات من الطريق ويفتحوا الطريق من الغيس وداك الشيء كامل يجي دقه دقه. الناس خصها تغطى، خصها تاكل، الدراري الصغار الناس الكبار خصهم الدواء. اذا كاين واحد اللوم من عند الشعب الاسباني للحكومه الاسبانيه على التاخير ديالها وعلى التقوليه في الـ في الـ في, في امير خينسي، يعني شي حاجه بالزربه ما كايناش. علاش ما كايناش بالزربه؟ غادي تجاوبنا عليها الحكومه الاسبانيه هنا، لان هادشي هذا غادي تذاع في جميع القنوات. يعني الاسبانيين ساخطين على الحكومه الاسبانيه وعلى سانشيز وعلى كل شيء، على النظام كامل، كيقولوا علاش تعطلت المساعده ما جاتش. هنا عاد غادي يوضحنا القضيه ديال هذه المساله هذه رئيس حكومه ولا وزير الداخليه ولا شي واحد اللي غيكون شي واحد مسؤول كبير غيوضح لنا علاش المساعدات غادا ثقيله كتاخر. اوكي رجعوا المساله اللي مهمه بزاف اللي غادي تقولوا لي مثلا المساله ديال التضامن. انا عارف المغاربه بصفه عامه اللي كيعيشوا في اسبانيا والجزائريين غيبغيو هذه المساله هذه ديال التضامن وغيبغيو انهم يتعاونوا. حنا كنا انا وشي اصدقاء كنا غادي نعمروا واحد الفرغونيت وغنهبطوها لفالنسيا غدا نيت في العشيه، كنا بغينا نهبطوها. المشكل في كينا هما قالوا لنا ان الموضوع عنده علاقه ان بعض الطرقان مقطوعه، يعني واخا تمشي وغتوصل ما تعرف منين تدوز ومنين غتدخل الطريق اللي محلوله باش توصل عندك الناس اللي هما محتاجين، لان كاينه ناس محتاجين في فيلاجات ماشي في السونتر ديال فالنسيا. اذا باش توصل لديك الفيلاجات كاينه كاين الطرقان اللي مقطوعه وكاين اللي ما يمكنلكش تدوز منها بالطوموبيل. اذا هنا قالوا لنا راه ما يمكن لكمش مثلا غير تشبروا تكريو فرغونيطه او شي واحد يجي فرغونيطه وتضامنوا ثلاثه ولا اربعه ديال الصحاب، نشريو شي 3000 ولا 4000 اورو الكومبرا مثلا ونديوها في يدنا مثلا لتمايا. قال لك لا ما يمكنش هكاك، لان تواصلنا مع ناس من فالنسيا قالوا لنا الطريقه الاحسن والامثل هما نسقوا مع بعضيتنا حنا المغاربه اللي كاين هنايا مثلا في طراغونا ولا المغاربه ديال برشلونه ولا في خيرونه ولا المغاربه كل المغاربه في جي جي ينسقوا مع بعضياتهم وفي نفس الوقت يمشيوا عند البلديه اللي كيسكنوا فيها. التنسيق سيكون مع البلديات، يعني كنتي جمعيه او غير مواطن عادي بغي تساهم ما كتمثل حتى شي جمعيه نهائيا، يكون التنسيق مع البلديه. قول مشاو عند البلديه وقولوا لهم باللي حنا راه بغينا نتعاونوا، راه غنجمعوا شي مساعده وكيفاش غنديروا نعطيوها لكم وكيفاش غديروا نتوما تاخذوها باش تديوها للناس ديال فالنسيا. اذا هنا البلديات ديال كل مدينه هما اللي غيكونوا متكلفين بداك الشيء اللي غيديوه. يعني حنا المهمه ديالنا اننا ننتظموا مبادئاتنا ونجمعوا في شي بلاصه داك الشيء خصو يتجمع، منعطي ماكله الحليب الماء اي حاجه كما بغات تكون الدواء بجميع انواع المساعدات وسميتو ونعطيوها للبلديه او ننسقوا مع البلديه ديال كل مدينه. يعني خاص كل واحد كنهضر انا بصفه عامه الناس اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو هذا ينسقوا مع بعضياتهم، الناس اللي كاينه بصفه عامه اللي كاينه في اسبانيا كامله كل واحد من المنطقه ديالو ومن الجهه ديالو انه ينسق مع البلديه اللي كتنسق مع الناس اللي كينظموا الطريق في تما فالنسيا وغتقول لكم يعني كيفاش غديروا تمشيو. هادشي كنهضروا على دابا دابا فهاد الساعه اللي كنقرا بها الفيديو، يعني اليوم غدا بعده من دابا ثلاث ايام ولا سيمانه ولا تصريحات الطريق مثلا ولا شي حاجه بحال هكا يكون كلام اخر. اللي بغى يدير مبادره من عنده يعمر فرغونيطه ويمشي لواحد البلاصه لمستضرره في سبيل الله، راه الساعه هذه ديال التضامن كان مع الاسبانيين ولا كانوا مغاربه ولا كانوا جزائريين ولا كانوا ما بغى يكون النوع ديالو، من اجل الانسانيه. لان كنشوفوا ان الاسبان كيفاش تضامنوا معنا ملي كنا حنا في الحزه. اذا هذه الساعه ديال الانسانيه وديال التضامن. انا غنوفيكم بالجديد بالنسبه للناس ديال طراغونه ملي يكون التنسيق مع الاخوان ونعرفوا المقر اللي غنجمعوا فيه المساعدات، غنصور لكم اللقطه ونقول لكم ها فين كاينه، اللي بغى يجيب شي حاجه يجيبها حطها هنايا، وهكا يكون تكون على علم اكبر بالنسبه للناس ديال طراغونه بتجمع اكبر عدد ديال المساعدات ان شاء الله وتمشي وتعطى للناس المحتاجين في فالنسيا. الله يحد الباس، وكنتمنى اننا نعطيو صوره جيده على التضامن هنا في اسبانيا باش نحيو ديك الصوره السيئه اللي مرسومه علينا مع الاسف الشديد. اذا الاخوان حتى نوفيكم الجديد غادي يبقى هنا الفيديو تسالى هنايا، دير معك واحد لايك بارطاجي هكذا ان شاء الله نبقاو على تواصل باش نعرفوا شنو كاينه وشنو غادي نديروا. تحياتكم جميعا، الى اللقاء.